باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن ابن محصن فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فيه مسائل: الأولى، كم المسائل؟ أقرأ المسائل. نعم. معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى تحقيقه. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة:
بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 19 قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. علم من أعلام النبوة. 20 فضيلة عكاشة. 21 استعمال المعاريض. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالتوحيد هو اعتقاد تفرد الله عز وجل فيما هو مختص به من الكمال في الذات والأسماء والصفات والأفعال، وفي أفعال الربوبية كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وجلب النفع ودفع الضر، وفي أنه تعالى هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه جل وعلا، وإخلاص العبادة لله جل وعلا، أن يتوجه الإنسان بما شرع الله جل وعلا من الدين على الوجه الذي شرع والكيفية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، ابتغاء وجه الله، يراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى من سوى الله جل وعلا كائنا مكان. وتحقيق التوحيد هو تخليصه وتنقيته من 4 أشياء: من الشرك الأكبر المضاد المنافي له، ومن الشرك الأصغر الذي ينقص كماله الواجب، ومن البدع التي تقدح فيه، ومن المعاصي كبائر الذنوب التي تضعفه وتهيه. فمن خلص التوحيد من هذه الأمور 4 فقد حقق التوحيد، لأنه بذلك يكون قلبه منجذبا إلى الله عز وجل رغبة ورهبة ورجاء وخوفا وحبا وتعظيما وإجلالا، فلذلك لا يتعمد معصية ولا يصر على خطيئة ولا يستهين بصغيرة. وفي الحديث السابق في آخر الباب السابق إن الله تعالى يقول ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، والمعنى ما وحدتني ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحاب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني بملئها مغفرة. فدل ذلك على فضل التوحيد وفضل تحقيق التوحيد ومنزلة الموحد عند الله جل وعلا. وفي ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من الآيتين في هذا الباب إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لإنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإنه لأخذ من الصالحين. في هذا الثناء على إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم والخليل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه كان الغاية في تحقيق التوحيد، فأثنى الله جل وعلا على خليله إبراهيم بأوصاف وأفعال وسجايا هي الغاية في تحقيق التوحيد. أول ذلك قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما معلما للناس الخير وإماما يقتدى به سابقا لغيره في الإخلاص لله جل وعلا، إخلاص النية والقول والعمل لله جل وعلا. فالإمام هو المؤتم به، هو المعلم للناس الخير، وهو المتفرد بالإخلاص لله جل وعلا في زمانه
فكان إبراهيم عليه السلام في زمانه في زمان على الحق فيه وحده هو، ليس معه أحد، فصار هو السابق لأتباعه، فكان على الحق في زمن لم يكن فيه على الحق سواه. وهكذا كل رسل، كل رسول من رسل الله جل وعلا وأنبيائه عليه الصلاة والسلام هو السابق لقومه، أنا أول المؤمنين، أنا أول المسلمين. فكان إبراهيم عليه السلام إماما، يعني حقق التوحيد غاية التحقيق بشكل لم يسبقه أحد، ولم يأتي بعده مثله إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أكمل من إبراهيم، شارك إبراهيم عليه السلام جميعا في الخلة، وكان أكمل منه في ذلك لكمال تحقيق التوحيد، شاكرا قانتا لله، يعني مديما الطاعة لله تعالى. فلم تكن طاعته للملوك والمترفين، بل كانت طاعته لرب العالمين جل وعلا. والقنوت هو دوام الطاعة على وفق الشرع، أمة قانتا لله، لله وحده، ما يتوجه بشيء من حق الله تعالى إلى خلقه كائنا من كان ولا مثقال ذرة. فهذه الغاية في تحقيق التوحيد، حنيفا يعني مائلا على طريق الاستقامة قصدا، مائلا على التوحيد، مستقيما على التوحيد قصدا، مخالفا لكل من مال إلى الشرك وأخذ بالشرك، قانتا لله حنيفا. فكان حنيفيا، كان على التوحيد عن علم وعن قناعة وعن معرفة بقدر الرب جل وعلا وبحقه، وعن حسبه ورغبة فيما عند الله جل وعلا ورحمة، حنيفا، ولم يكن من المشركين، كان مباينا مخالفا لأهل الشرك، معلنا البراءة منهم بسبب شركهم ومن معبوداتهم ومن أعمالهم، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، يعني قدوة صالحة، والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء من المشركين مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، يعني إلا الله أتبرأ من آلهتكم ومعبوداتكم الباطلة، إلا الله فإني لا أتبرأ منه، لأنهم هم يعبدون الله يعبدون غيره معه، فتبرأ من كل معبود سوى الله عز وجل معلنا ذلك، ومعلنا أنه موحدا لله عز وجل، لأنه هو الذي فطره، هو الذي خلقه، ابتدأ خلقه، ومنبها على أن التوحيد من أسباب زيادة الهدى ودوام الهدى. ولذا قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم مشرفا لقدر إبراهيم عليه السلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كانوا مشركين، فدل ذلك على شأن تحقيق التوحيد، وأن إبراهيم هو الأسوة والقدوة فيه قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين خاتم للنبيين والمرسلين، وصار هو الأسوة في تحقيق التوحيد، شاكرا لأنعمه، يعني شاكرا لأنعم الله جل وعلا عليه، وهذا من تحقيق التوحيد أن يعترف العبد بنعمة الله جل وعلا عليه، وأن لا ينسبها إلى نفسه ولا إلى أسبابه ولا إلى غيره من الخلق، بل يعترف بأن النعمة من الله وحده، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله،
ثم إذا أصابكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فالموحد هو الذي ينسب النعمة إلى الله تعالى ويعترف بها لله جل وعلا، يبرأ من الحول والقوة إلا بالله، ويستعمل النعمة في مرضات الله جل وعلا، وينأى عن استعمالها فيما يسخط الله جل وعلا، شاكرا لأنعمه لهذه الأمور اجتباه الله جل وعلا واصطفاه واتخذه خليلا. ما اتخذ الله من خلقه خليلا المكلفين إلا إبراهيم عليه السلام ثم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جزاء التوحيد، جزاء تحقيق التوحيد من كرم الله وجوده، وهداه إلى صراط مستقيم، جعله على الملة الحنيفية الحقة المستقيمة المخالفة لما عليه أكثر الخلق، وهداه إلى صراط مستقيم. فهذا كله من تحقيق التوحيد، كون الإنسان حريصا على العلم النافع عاملا به إذا وهبه الله إياه، أسوة حسنة لغيره، وكونه مستقيما على الطاعة وملازما للتوحيد وحذرا من كل وسيلة أو ذريعة تؤدي إلى الشرك بل إلى أو تضعف التوحيد، فيحذر البدع ويحذر الشرك الأكبر الأصغر ويحذر الشرك الأكبر وكبائر الذنوب وهكذا، ويبرأ من كل مشرك، كل من أشرك بالله يبرأ منه ولو كان والدا أو ولدا. فهذا هو تحقيق التوحيد. ولئلا يقول أحد إن هذه خصائص النبيين والمرسلين المعصومين الموحى إليهم، قال الله جل وعلا في صفة عباده الخلص من أتباع النبيين والمرسلين وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة: إن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، يعني يؤمنون بآيات الله الدينية الشرعية كالقرآن العظيم، وبآيات الله الكونية كالسماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والأرض غير ذلك، أن الله تعالى جعلها دلائل على توحيده واستحقاقه العبادة دون غيره، فيؤمنون بآيات الله الدينية وآيات الله الكونية، وينقادون لله جل وعلا في إخلاص العبادة له والحذر من الشرك بأنواعه كبيره وصغيره، جليله ودقيقه، ظاهره وخفيه، فهم بربهم لا يشركون لكمال إيمانهم. الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون ما يفعلون من طاعة الله جل وعلا على وجه الرغبة والرهبة إلى الله جل وعلا والإخلاص والتواضع والمحبة والتعظيم لله جل وعلا، ويتركون ما نهى الله عنه ويتوبون مما اقترفوه، معظمين لله جل وعلا، مجلين له، حذرين من سخطه وعقوبته، فهم يخلصون دينهم لله جل وعلا، فلذلك يفعلون الطاعة ويرون أن المنة لله جل وعلا عليهم إذ وفقهم للطاعة وهداهم لها وشرح صدورهم لها وأعانهم عليها ويتقبلها منهم ويثيبهم عليها، ثم كذلك يتركون المعصية ويتوبون الله من الخطيئة ويرون أن المنة لله جل وعلا عليهم إذ نبههم على هذه الذنوب والمعصية وخطرها وعواقبها وشمل في الدنيا والآخرة، وإذ عصمهم منها وفتح لهم باب التوبة لما اقترفوا منها مما اقترفوا منها، وأن الله تعالى هو الذي أعانهم على التوبة، فلولا إعانة الله ما تابوا، فلذلك هم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعملون العمل على أحسن وجوهه ولا يمنون به على الله عز وجل، بل يرون أن الفضل والمنة
لله جل وعلا عليهم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. قلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم يؤمنون بالبعث والجزاء. أولئك يسارعون في الخيرات، هذا أسلوبهم، منهاجهم على الحق، يتصيدون الحق ويطلبون مضانة وينأون عن الباطل ويحذرونه ويكتبون لما اقترفوه، فلذلك هم لها سابقون. وهذه شهادة من الله عز وجل أنهم سبقوا إلى الخير وهم على الأرض يمشون، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، شهد الله لهم أنهم سبقوا. جعل الله وإياكم من أئمتهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهذا أمر شرعه الله لعباده ويسره لهم ورغبهم فيه ورهبهم من ضده، فعملهم هذا بتوفيق من الله جل وعلا، ولهم فيه رغبة فضلا من الله عز وجل عليهم، ولذلك هم سبقوا غيرهم. ومن سبق في الدنيا إلى الخير كان من السابقين في الآخرة إلى الجنة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فالتكليف كله فيما يطاق، ما في شيء لا يطاق. والله جل وعلا رغب ورهب وبشر وأنذر وهدى وأقام الحجة وزجر، وهو سبحانه وتعالى يعين من يشاء فضلا من منه ورحمة، ويكل من شاء من عالم منه الإعراض والغفلة إلى نفسه فيضل ويهلك. ما ظلمهم الله عز وجل، ولدينا كتاب ينطق بالحق، فأعمالهم محفوظة وأقوالهم مسموعة ونياتهم معلومة، والكل موثق في صحيفة، وسيعرض عليه يوم القيامة ويقر بما فيه ويظهر له جزاءه ويعلم أنه مستحق لجزائه ويقر بذلك. فأهل الجنة ينصرفون إلى الجنة، جعل الله إياكم منهم، وهم يحمدون الله عز وجل لما رأوا من فضله ورحمته، وأهل النار ينصرفون إلى النار وهم يحمدون الله عز وجل لما رأوا من عدله وحكمته وأنهم لم يظلموا شيئا. فهذه صفات المؤمنين الكمل أهل تحقيق التوحيد الذين سبقت لهم من الله جل وعلا الحسنى، جعل الله وإياكم منهم، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.